أرجو أنك تتقبل الوضع، ولما تقول لك شيء تقول لها إن شاء الله. تبي سيارات، تبي تروح صالون، توديها، فعادي الوضع. حتى يوم 10 لما تتصل لك قول لها إن شاء الله. بعد ما كنت خادم لابنها، آخر عمري أصير خادم لسمر؟ والله عيب علي. هلا ابو علي، سامحني ازعاج اخوك بس حبيت اخبركم انه في مسج كانت مطرشه ان ام احمد لام علي طول هالفتره ما وصلها، الظاهر كان التلفون مبند، بس البارحه طلع انه استلمت المسج فكتبت للتلفون تسال عن ام علي، فما ندري الحين التلفون عندها طايح مباق، حصل احد وشغله، بس يعني ان شاء الله خير. احنا للحين ما حصلنا اي رد، واول ما نحصل اي رد بنخليكم في الصوره. الو، السلام عليكم.
أنا مستحي منه وأدري إنه صبرت علي واجد واسمح لي وما أقدر أطلب منك أزيد، بس أبيك تتحملني كم يوم ولا تفشلني. إذا انشقيت أكثر من كذي ربعي بيضحكون علي وبنحرج، فأرجوك لا تفشلني. أنا قلت لأبوي من قبل أم بجوتي جليل، بس كان ينسى. الحين أخاف أقول له وينحرج، لأن الظروف المالية شوي صعبة. أرجوك تحملني. في هذا 38 كم؟ 38 في ان شاء الله سوي بيسوي تشيك. جمالي بيا هذه 6:30 6:30 ما في ديسكاون؟ 6 دينار سوى ما يبي ما يبي وش اللي في ايدك؟ انا بعد اقول يا ولدي ان الجوت انتهى عمره ما منه فايده، يبغى لي ثلاث تفشل. تفضل حقي؟ اي نعم، بس اللي اعرفه ان الجوت يكلف.
والورشة مو ماشية. ما عندي أغلى منكم يا ولدي. روح جربها. السلام عليكم. عطني لحظة لو سمحت. لحظة براويك. شوف نزل جوتي الجديد. وش رايك؟ الحين أقدر ألعب إياكم وأغلب بعد. مو قبل الكل طالع فيي. باكر باكر الوعد. يلا يلا باخوك يلا. نشوفك على خير. بشرني ان شاء الله لقيتونهم علي. اي في خبر عن وعلي. تواصل ويانا عامل كان عنده تلفون وعلي. ورحنا له وسالناه عن اللي صار وقال انها كانت تشرع من عنده في المحل يعني. ومره واحده ما شافها الا تقول كلام مخربط مو مفهوم. وطالع يمين يسار كانها واحده ضايعه او شيء يقول. وسيده طاحت. وتجمعوا عليها الناس واتصلوا للاسعاف. والعامل اخذ كل اغراضه عشان لا احد يبوقها او احد يشيلهم. خاف انه يخبر الشرطه يقول ترى تصير له مشكله او احد يتهمه بشيء يعني. ما ادري افراح احزان. هالكلام بيوصلني الى ام علي. الحين عرفنا يا ابو علي انها في مستشفى من المستشفيات. كل الشباب طلعوا يدورونها. مستشفيات المنطقه كامله. ان شاء الله خير. واي خبر عنها بخبرك ولا يهمك ابو علي. بس قلت لي ان هي قامت تخربط في الكلام وتالي طاحت. فهمني شلون يعني. هذا اللي قاله العامل. الله يسترها.